لك عايزين نقول لطارق قنديل يا اخي كل سنه وانت طيب. ايوه ما انا لسه بقول لك ليله عيد ميلاد. بس انا لازم اقول له كل سنه وانت طيب يعني. طارق قنديل كل سنه وانت طيب يا سياده المحاسب العظيم عضو مجلس اداره النادي الاهلي طارق قنديل، عيد ميلاده وفرحان جدا انه الاهلاويه فرحوه في يوم عيد ميلاده. وانت تستحق وش السعد يا طارق يا محترم. هو دايما حتى جماهير النادي الاهلي خلاص اطلقت عليه وش السعد، عندما يتواجد في اي دافع يضمن كده الفوز للنادي الاهلي، يا رب دايما على طول يديمها نعمه وبنقول له كل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه. وانا باسمي وباسم كل الالاف اللي معايا بقول للمحاسب الكبير المحترم والبنكير الموقر، اولا طارق قنديل حد كريم وحد جدع وحد راجل جدا 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 وخدوم جدا وشهم جدا، ففي عيد ميلاده لازم نقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ طارق قنديل، وربنا يجعل كل ايامك افراح وسعاده وتحقق في سنتك الجديده اللي ما حققتهوش يا رب. وانت دايما وش خير وش سعد، حد بشوش يشوفك بره مصر يرحب بيك، يشوفك جوه مصر يرحب بيك، اتكلمه في خدمه لا يتاخر عليك. يعني من الناس الجميلة طارق قنديل، من وجهة نظري إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى واحترام. كل سنة وانت طيب يا طارق. كمان محمد سراج التاني برضه ما فوتش. قال الحمد لله ربنا كريم ولطيف، ولالي بمن حضر قولا وفعلا. رجالة مبروك لاعظم جمهور، يمكن نشر صورته بعلم النادي الاهلي من قلب ملعب المهيان، وصورته مع مؤمن زكريا، وصورته مع الاعلامي يعقوب السعدي، يعني اعتقد